بلشت مسيرة فينيكس ميديكال بس بلشت الأزمة تبين بأدار، وقرر رئيس الشركة يألف خلية أزمة نشتغل على تصميم مكنة تنفس اصطناعي. كوننا نحن شركة صناعية إنتاجية، قلنا هاي المكنة مع المهندسين الكهرباء والميكانيك بيقدروا يشتغلوا على تصميم مكنة تنفس اصطناعي. بعدين بخلال 3-4 أشهر كان صار عنا بروتوتايب، وصرنا نقدر نشتغل مع الحكمة ناخذ منهم معلومات تنقدر نفيدهم باللي عايزينه كرمال مرضى الكورونا. بلشنا نتعامل مع مستشفى الجامعة الأمريكية، مع مستشفى سيدة لبنان، وبعدين صرنا نشتري مكانات كاليبريشن ماشينز لنتأكد انه مكانتنا عم تكون كاليبريتد حسب المعايير العالمية، وعم نعطيها حقها تكون عندها الثقة اللازمة كرمال يشتغل فيها الحكيم مع المريض تبعه. وهلأ فينيكس ميديكال عم بتسلم مستشفيات حكومية ومستشفيات خاصة الفنتيليتر تبعنا، اوريدي صار راكب على كذا مريض كوفيد 19، وعم نجرب قد ما فينا نلبي السوق عندهم حاجة أكتر شيء، وعندهم هلأ أزمة بتلبية المرضى اللي عندهم. سعر الفنتيليتر اللي عنا كتير مدعوم وبضاهي بسهولة الفنتيليتر جايين من أوروبا أو من أنحاء العالم. عم نقدر بهالحالة نوقف حد المجتمع اللبناني، حد المستشفيات وحد الحكمة، تنقدر سوا نواجه جائحة كورونا اللي عم بتعمل مشاكل وأزمة بهالبلد.